طب حلو حلو، ده شبه ويندوز 10 بس في شغل مختلف بقى خالص، شغل مختلف شويه. طيب احنا الشو شغال، ما فيش عندك ولا اي جهاز تاني هنا؟ طب تعال تعال. احنا طبعا لما درسنا الكورس درسنا من اول الفاندمنتال واتكلمنا عن مكونات النتورك، انظمه التشغيل سواء زجاج كلاينت او سيرفر، والاجهزه المستخدمه في ربط الشبكات، ووسيله التوصيل سواء وايرد او وايرلس. واتكلمنا عن التوبولوجي، الفيزيكال توبولوجي واللوجيكال توبولوجي. اتكلمنا عن الفيزيكال توبولوجي والفصل ماشي، اتكلمنا عن الفيزيكال توبولوجي وقلنا ان هي التوصيل المادي الكابلات بالنسبه للاجهزه، واتكلمنا ان في باص والرينج والستار والمش واكتر اثنين حسب ديزاين اللي خدناه في سويتشنج، كان المش والستار. طيب والباص عرفنا انها شغاله هاف دوبلكس وشغاله طبعا سيسما سي دي علشان ينظم القصه دي تمام. فاذا كان الشبكات الايثرنت زمان كانت شغاله هاف دوبلكس وبتشتغل بسيسما سي دي، في الوايرلس شغالين برضه هاف دوبلكس بس شغالين ايه؟ لا يعني ما دي هاف دوبلكس ودي هاف دوبلكس، بس سيسما سي دي بيمشي شبكات الباص والايثرنت والقصه دي. في الوايرلس بقى عشان تمشي في الشبكه لازم علشان لما احب ابعت من الاكسس بوينت لازم اقول له الاول فاكرها ريدي تو سند كلير تو سند، فعشان مين اللي بينظم القصه دي؟ كان في ايه؟ كانت هي سيسما برضه بس الاختلاف في اخر حرفين، سيسما سي دي ايام الباص وايام الايثرنت، الثانيه كان اسمها ايه في الوايرلس؟ ها؟ ايوه الله ينور عليك، سيسما سي اي كوليجن افويدنس تمام. يبقى دي هاف ودي هاف بس بروتوكولات او كونتنشن ميكانيزم مختلف. واتكلمنا عن انواع اللوجيكال توبولوجي، اتكلمنا عن اليونيكاست مالتي كاست برودكاست، وعلى مدار المنهج احنا خدنا مثالين على البرودكاست. حد يقدر يقولهم لي؟ يعني لو انت اتسالت في انترفيو ايه امثله البروتوكولز اللي بتعمل برودكاست هتقول ايه؟ ها احنا خدنا يونيكاست مالتي كاست برودكاست. لا سيبك من دول، انا عايز من المنهج مما درسناه بروتوكولين بيعملوا برودكاست. ها لا الشباب اللي معانا على الزوم افتحوا المايكات كده وشاركونا في قصه المراجعه دي، في بروتوكول من البروتوكولات اللي درسناها بيعمل برودكاست اثنين على فكره. لا ايه؟ الارب ده واحد فيهم صح، هات لي واحد كمان. في حاجة الناس بتعملها على الشبكة بتبقى برودكاست، يا ترى ايه هي؟ لو فكرت شوية صغيرين هتجيبها. دور ايه الحاجة اللي الناس كانت بتدور عليها على الشبكة؟ بندور على ايه مثلا؟ سهلة جدا جدا. بنبحث على ايه في الشبكة علشان اقدر القط نقط. فده بيعمل برودكاست. بس انا ما ينفعش اسهلها اكتر من كده ولا يبقى انا جاوبتها. لو الجهاز بتاعك ما عندوش اي بي خلاص بقت سهله. انت ما عندكش اي بي هتعمل ايه على الشبكه؟ هتدور على مين؟ هتدور على ايه عشان يديلك؟ مين اللي بيديلك ايبيات في الشبكه؟ سيرفر ايه اسمه ايه؟ سيرفر اسمه ايه اللي بيديلك اي بي؟ اللي بيوزع اي بي اوتوماتيك في الشبكه. ها؟ لا انتوا بتهزروا اقسم بالله. مين؟ دي اتش سي بي. مين السيرفر اللي بيوزع في الشبكه اي بي؟ يا حضرات. واول مسج اسمها ايه؟ في دي اتش سي بي. اول حاجه خلاص لما انا بدور على الاي بي دي اسمها ايه؟ مش احنا خدنا دوره الدي دي بتاعت ايه؟ ها؟ ديسكفر. والديسكفر دي برودكاست. لما قلنا لير 2 بيبقى 12 اف ولير 3 4 في 55. اقصى على الكلام ده اتنسى تمام. يبقى ده من امثله الايه؟ البرودكاست تمام. طيب ودرسنا الاو اس اي موديل، عرفنا 7 لير، واتكلمنا ان اعلى لير اسمها ابلكيشن واللير اللي تحت خالص اسمها فيزيكال. مين اللير اللي بتعمل نقل للملفات؟ ها مين اللير بتعمل نقل ملفات؟ نقل للداتا. لير رقم كام واسمها ايه في الاو اس اي؟ انترفيو والله تسال كده، انت ممكن تفاجئ. يعني انت سبت كل حاجه بتمسك في دي وهشوف مستواك في النتورك. انهي لير
تمام؟ اللي ما عرفش يجاوب على السؤال ده مش هيكمل الانترفيو اصلا، يقول لك شكرا شرفتنا. ايه الليير اللي بتعمل نقل داتا في الاو اس اي؟ لا دي بتاعت التوجيه النتورك اللي فوق منها بقى، كان اسمها ايه؟ ايوه ما هي لير 4 اسمها ايه؟ لها اسم. ها؟ لا سيشن دي خمسة. يا خبر يا خبر عليكم، انا مصدوم انا مصدوم. طارق طارق انت فين؟ ساكت ليه؟ عاجبك اللي بيحصل ده؟ شريف امال جايين نراجع ازاي بقى؟ احنا ايه ان في مراجعه؟ الناس على الاقل كانت بصت تتفرج في البار جوين كده اي حاجه. ترانسبورت لير لير 4 اللي فيها تي سي بي وفيها يو دي بي. والله ده الف ب اللي انا بتكلم فيه ده. ماشي ترانسبورت لير. طيب انهي لير اللي كانت بتعمل انكريبشن وكمبريشن؟ اللير كانت رقم كام واسمها ايه؟ اللي بتعمل تشفير وممكن تعمل ضغط بيانات. صح برزنتيشن كانت رقم كام؟ رقم 6 صح، بتعمل انكريبشن وكمبريشن صح. انهي لير اللي كان السويتش بيشتغل فيها وفيها المكان كانت لير رقم كام واسمها ايه؟ اللي فيها سويتشات ومكات. ها نتورك، وبتقولها بكل جرأة كده، نتورك دي فيها راوترات لير 3. ان الداتا لينك، الله ينور عليك، داتا لينك لير، لير 2 فيها مكات فيها سويتشات. يعني يا خلاص نطلع من الحته الغريبه دي. طبعا لو سالنا اسم النتورك لير، لير الثالثه في او اس اي اسمها في التي سي بي اي بي ايه؟ لها اسم في التي سي بي اي بي اسمها ايه؟ انترنت صح صح انترنت. تمام ماشي. في ناس قاعدين سمعت خير يعني، شارلي ما سمعتلوش صوت، طارق ما سمعتلوش صوت. ماشي افتحوا 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 الماركات عشان نشوف الابداع. ماشي وبعد كده اتكلمنا عن انواع الكابلات، اتكلمنا عن انواع الكابلات اليو تي بي الاس تي بي الكواكسل الفايبر والقصه دي. حلو قوي. قلنا عندنا اثنين ستاندرد الالوان، حد فاكر ارقامهم؟ هي غريبه نوعا ما بس ده الالف به اللي احنا بدانا بيه، المفروض ما يتنساش، ده اساسي في حياتك لو اتسالك. ها اثنين ستاندرد الوان اوعى حد فيكم يقول له اخد الكورس معايا، لناس هتشتمني انا، محدش يجيب سيرتي خالص. ها اثنين ستاندرد الوان 568 A 568 B. البي كان بيبدا ببرتقانيات والاي بيبدا باخضرات. طب انهي اربع اطراف شغاله في السلك اصلا اللي كان فيهم سيلد وريسيف ارقامهم ايه؟ شو 8 سلوك 8 بالنت، كان ارقامهم ايه اللي شغالين؟ ها رمضان جه اهو، قول يا رمضان الاطراف اللي شغاله في السلك بتاع الشبكه. المراجعة دي للتاريخ أقسم بالله، مراجعة دي للتاريخ. ها أنهي أطراف اللي شغالة في الكابل اللي حواليه دوشة يعمل بس ميوت المايك اللي فيه ناس بتتكلم حواليه؟ ها ها يا شباب، واحد واثنين وثلاثة وستة، وأنا بعمل مراجعة ليه؟ عشان ما حدش عارف حاجة؟ ماشي. لا ما احنا ما قلناش كده، احنا كتبت من امبارح مراجعة والسيف كان في التوبولوجي على الواقع، على اساس الناس لو عايزة تراجع، لانه التوبولوجي مش هقعد اعملها لوحدي، ده انا هناقشك اعمل دي ازاي وهتقول لي نعم. ماشي ما التوبولوجي يعتبر مراجعة على فكرة، انا هسألك برضه. بس النهارده مراجعة نفصص نجيب منهج نقول اخره صح؟ هو ده الصح؟ اللي انا قلنا علشان حتى تعرف النهارده ايه اللي انت واقع فيه تقوم السبت تبقى جاهز صح. ما هو ده احنا ده انا منبه من المره اللي فاتت، النهارده مراجعه مراجعه المنهج كله. طيب الاجهزه اللي شغاله في لير 1 ايه؟
ايه لو اتسالت في الديفايسز اللي شغاله في الاير 1، هيبقى طبعا عندنا جهازين الهاب والريبيتر، تمام. طب نخش على الاير 2، هو الماك ادرس كام بت؟ كام بت؟ 48 بت مقسوم 2، ال 24 اللي على الشمال دول اسمهم ايه؟ كده بحط في الايباد. ها اول 24 بت في الماكسيموم ايه؟ جي او اي. جي او اي يعني واجهه رسوميه. ايه اللي جاب واجهه؟ ماشي بس مش جي او اي. جي او اي ده معناه واجهه رسوميه، انما او يو اي تبقى صح. انت اقولك لو قلت الاجابه دي والله ما هتكمل الانترفيو، مش هينفع. تمام ماشي، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب واتكلمنا عن الفريم فورمات اللي فيه السورس والديستنيشن والبريامبل والستارت اوف فريم ديليمتر والقصه دي، وبعد كده اتكلمنا عن الوظائف بتاعه السويتش، انه بيتعلم الماك ادرس وبيفورورد ماك ادرس ويتجنب اللوب. طب هو لما بيليرن الماك، انهي ماك اللي بيليرنه؟ سورس ولا ديستنيشن؟ يعني لو اتسالت كده السويتش، السويتش اللي قدامك ده لما بيتعلم، بيتعلم الماك السورس ولا ديستنيشن؟ السورس طبعا. يا رمضان انا هطردك من ميتنج اقسم بالله. بيتعلم ديستنيشن يا ظالم، امال بيفورورد على مين بقى؟ سورس؟ مش نافع. ماشي يبقى هو بيليرن السورس وبيفورورد الديستنيشن. طيب واتكلمنا في حالات الفورورد في ثلاث حالات في السويتش، انه الماك ادرس لو معروف للسويتش فبيطلع من بورت لبورت، دي اسمها ايه؟ مايكرو سيجمنتيشن. ولو السويتش مش عارف مكان الماك ادرس، وده بسبب الماك ادرس اختفى لان عمر الماك ادرس كام مينيت؟ 5 مينيت صح؟ فالسويتش بيعمل ايه؟ النور يونيت كاست فلودنج. لا الفيلانات ما بتنزلش على اني فيران خالص، على الفلاش في ملف اسمه فيلان دوت دات، ده حاجه ثانيه نتكلم فيها دي. ماشي؟ طيب الحاله الثالثه في الفوروردنج بتاعت السويتش، انه انا كسيستم ما اعرفش الماك ادرس فاضطر اعمل ار بريكوست ويجي لي ار ريبلاي، دي حالات الايه فورورد. وطبعا انا عندي ثلاث اجهزه شغالين في الاير 2، كارت الشبكه بتاعي والبريدج والسويتش. ولو سالني يا ترى ايه الفرق بين البريدج والسويتش؟ البريدج كان باثنين بورد وبيليرن الماك عن طريق سوفت وير، اما السويتش كان بيليرن عن طريق الهاردوير ايسك، وكان طبعا اسرع بكتير جدا وبورتات كتير. السويتش حلو. السويتش بورد ايه؟ ما هو السويتش ما هو السويتش ده لير 2، بريدج لير 2، كارت الشبكه بتاعك لير 2، ثلاث اجهزه. السويتش والبريدج وكارت الشبكه نتورك انترفيس كارد. تمام؟ حلو. طيب انما لو سالت الاجهزه الشغاله في لير 1 كان هما اثنين بس، هاب وريبيتر فقط. تمام؟ ماشي. طيب. وانا اتكلمنا طبعا في النتورك لير عن الاي بي ادريسنج، اتكلمنا عندنا ثلاث كلاسات من الايبهات. اظن ممكن اسال ولا ما انا مش ضامن حد. عندنا ثلاث كلاسات من الايبهات، كلاس A وكلاس B وكلاس C. كلاس A بيدينا كام شبكه؟ ها دور كده في مخك، لازم تعمل ريفرش. كلاس A بيديك كام شبكه؟ جربها في دماغك وقول لي كلاس A صافي عدد الشبكات في كلاس A قد ايه؟ لا لا صافي عدد الشبكات في كلاس A كام شبكة؟ 16. لا عدد الشبكات في كلاس A كان 126 شبكة بس، تمام. وعدد الأجهزة في كلاس A كان 16 مليون جهاز وشوية، 777 200 كويس. طيب عدد الشبكات في كلاس B كان كام؟ 16000. صح 16384. وعدد الاجهزه في كلاس B، ها عدد الاجهزه في كلاس B
65,534 عدد الشبكات في كلاس سي 2 مليون وشوية، وعدد الأجهزة في كلاس سي لأن هو أصغر كلاس كام؟ أظن الرقم صغير 254 هو ده. تمام، حلو أوي. بعد كده اتكلمنا عن السبنيتنج اللي أنا ممكن أقسم الشبكة. طبعا لو أنا اديت مسألة سبنيتنج دلوقتي هنلاقي إبداعات، مفيش داعي خلاص أنا قفلت يعني مش هدي حاجة. سبنيتنج عشان أقسم الشبكة ونكسر عدد الأجهزة دي لشبكات أصغر كسكيورتي وكبرفورمانس. والفاريبل لينس صمت ماسك، وده معناه ان بعمل صمت ماسك متغير حسب عدد الاجهزه اللي انا محتاجها. فاكر المثال لما كنت عايز 60 جهاز و20 و20 لما ده طلع عليه الماسكات. طيب والاي سي ام بي طبعا ده البروتوكول المستخدم مع البينج علشان نشوف الجهاز شغال او مش شغال وبيطلع رسائل الايرور. الترانسبورت لاير كان من وظائف انها بتقسم الداتا عند السندر تجمعها عند الريسيفر وكانت بتنقل الداتا. البورت نمبرز عرفنا طبعا في الجدول اللي انا بعته لكم ترك احفظه، تمام مفيش داعي ان انا اسال فيه. الويندوينج معناها عدد السيجمنت، الصوت ده فين ده تحت هنا عندنا. الويندوينج معناها عدد السيجمنت اللي انا ببعتها على ما استلم عليها ايه اكنولج. وطبعا الاستابليش وترمينيت ده من وظائف الايه الاير كور. نطلع على طول على السويتشنج واتكلمنا في النتورك ديزاين. بالنسبه لي السويتشنج اتكلمنا عندنا ثلاثه لير، الاكسس والديستريبيوشن والكور. ولو انا عندي ديستريبيوشن واكسس بس هيبقى اسمه ايه كولابسد كور. حلو قوي. واتكلمنا ان انا عندي انواع من سويتشات سيسكو، عندنا الفيكسد اللي هو بورتاته الثابته، وعندنا الموديولر اللي بيركب فيه لاين كارد ازود عليه بورتات، وعندنا الستاك اللي بتربطه كانهم يونت واحده. واتكلمنا انه في مكونات للسويتش او الراوتر زي الان في رام اللي بنسيف عليها كونفيجريشن ستارت اب كونفيج، زي الرام اللي بينزل عليها كونفيجريشن رايد كونفيج وبتفك عليها نظام التشغيل وبتحط عليها راوتنج تيبل والقصه دي، وزي البوت ستراب اللي بيخلي الديفايس يعمل بوت او يبقى اب ويدور على الاوبريتنج سيستم هيجيبه منين، الاي او اس والفلاش اللي عليها الاي او اس بتاعنا، وكونفيجريشن ريجستر اللي بيعرف الراوتر هل يرى ان في رام ولا لا لما خدنا موضوع كسر الباسورد. تمام، واتكلمنا عن البوست اللي هو فحص الهاردوير بتاع الايه بتاع الديفايس. كل دي المكونات من ايه؟ ايه اي اف ام ده؟ لا ده هو اعلى، ده تايب 7 ده هو الاضعف، والسيكريت انيبل سيكريت هو الاقوى، لان اي حاجه انيبل باسورد. ها؟ ايه؟ ده مش برنامج، ده موقع، كموقع اسمه اي اف ام، بس ايه كراك تايب 7 باسورد ده هيجي هو اي اف ام كراك. تمام؟ طيب لا ما هو برضه الموقع ده في امكانيه ان انا اكسر الاي فيه بس يبقى صعب شويه، خصوصا لو انا عامل باسورد كومبلكس. تمام؟ الله يبارك، لا يبقى صعبه شويه. تمام؟ طيب. وبعد كده شفنا علشان اللي انا اعمل تلنت على السويتش او السي اس اتش لازم السويتش يكون له اي بي، صح؟ اكيد السويتش يبقى له اي بي. طب السويتش عشان ياخد اي بي بيبقى اسم الانترفيس ايه اللي انا بعمله عليه؟ لا سويتش لاير 2 هل بياخد انترفيس فيزيكال بيتعبى له اي بي ولا بنعمل ايه عليه؟ علشان اعمل اي بي على السويتش من السويتش اللي هو لاير 2 ايه اسم الانترفيس اللي بنعمله؟ ما هو انترفيس فيلان. حلو، انا عايز الاسم بقى، الاسم التكنيكال السليم بتاعه. لما انا بقول له انترفيس فيلان كذا 90 80 70 زي ما تطلع ده اسمه ايه؟ الانترفيس الوهمي ده له اسم واختصاره على فكره اس في اي، يبقى دي معناها ايه؟ سويتش فيرتشوال انترفيس. يبقى الانترفيس الوهمي اللي انا بعمله على سويتش علشان الوجن بيه اسمه اس في اي فيرتشوال انترفيس. حلو، علشان ايه؟ لا ده شو فيرجن بيطلع لي كونفيجريشن ريجستر على حاجه ثانيه. تمام، طيب وعلشان اللي انا احفظ الكونفيجريشن على الام في رام بنقوله بقى كوبي ران ستارت او دو رايت زي ما احنا عارفين، ولو انا عايز اسحب على تي اف تي بي بقول له كوبي ران تي اف تي بي. حلو قوي. وعلشان اعمل بورت سكيورتي لازم يكون السويتش بورت في حاله اسمها ايه اكسس بورت. وبعد كده السويتش بورت سكيورتي، وبنحدد ثلاث حاجات، ماك ادرس بيبقى ستيكي، الفيوليشن في شت داون او بروتكت او ريستريكت، والماكسيمم عدد الماكات من ورا الايه من ورا البورت. حلو قوي. وبعد كده اتكلمنا عن الفيلانات وقلنا انه الفيلانات انواع، قلنا الداتا فيلان بنقل يوزر داتا، مانجمنت فيلان هي اي فيلان بتاخد اي بي مانجي بقى سويتش، واتكلمنا عن الديفولت فيلان اللي هي فيلان 1 والنيتف فيلان اللي هي الترافيك بتاعها بدون تاج،
وقلنا بعد كده انه الفويس فيلان ودي مخصصه للتليفونات بس. تمام. طيب وكلمنا ان الفيلان لها رنجات في نورمال وفي اكستندد نورمال لحد 1005. تمام. وعندي طبعا 5 فيلان بكاريتين باي ديفولت، فيلان 1 والاربعه الافتراضيين، فانا عندي من فيلان 2 ل 1001 دول متاحين بالنسبه لي اللي انا ايه اشتغل عليهم. واتفقنا ان فيلان معلوماتها بتنزل في الفلاش في ملف اسمه فيلان دوت دات، صح كده؟ بعد طاير فيلان بلاش دعوه كونفجريشن، محتاير الملف ده. طيب واتكلمنا الفرق ما بين الاكسس بورت وترانك بورت. الاكسس بورت ده هو اللي بيمر من فيلان واحده بس، انما ترانك بورت ده بيعدي كل معلومات الفيلانات. وعلى مدار المنهج بقى خدنا 3 حالات للترانكات، سويتش مع سويتش، سويتش مع راوتر، سويتش مع وايرلس لان كنترولر، وده الاخير اللي خدناه عشان ترانكات ونعمل اكسس بوينت تبقى مربوطه وتدي وايرلس لفيلان معين. يبقى دول 3 حالات بالنسبه للترانكات. حلو. واتكلمنا عن المودز، في طبعا دايناميك اوتو ده نازل باي ديفولت وده بيخلي البورت اكسس، فلازم اقلبه يا اما دايناميك ديزايربل يا اما هو اللي هو سويتش بورت مود ترانك. حلو قوي. وطبعا الكونفجريشن بتاعنا شفنا ازاي، خدنا الانتر فيلان راوتنج قلنا فيه 3 طرق لربط الفيلانات، التراديشنال اللي انا احجز بورت فيزيكال لكل فيلان، واتفقنا ان دي طريقه عقيمه شويه، انما الاحسن ان انا اشتغل براوتر اور ستيك واعمل لكل فيلان سب انترفيس الخاص بيها. وفي عندنا طبعا اللي هي سيري سويتش، وده ساعتها هعمل السويتش فيرشوال انترفيس او انترفيس فيلان لكل فيلان مع امر اسمه اي بي راوتنج علشان احول اللي هي سيري سويتش الى راوتر. حلو قوي. اما على السب انترفيس على الراوتر كنت بقول له ايه انكابسوليشن دوت 1 كيو كذا اي بي ادريس كذا، صح؟ فاكر ممكن نعمل كذا سب انترفيس على الراوتر. الدي اتش سي بي طبعا في 4 رسائل ما بينه وما بين السيرفر، ديسكفر الاوفر ريكويست اكنولج. والدي اتش سي بي انا بكلم السيرفر على يو دي بي 67 وهو بيكلمني على يو دي بي 68. والكونفجريشن على الراوتر بيبقى الموضوع سهل جدا، بنحدد اكسكلودد ادرس اي بي هات ما تطلعش، وبعد كده بقول له دي اتش سي بي بول فيها 3 حاجات، فيها نتورك فيها ديفولت راوتر ودي ان اس. تمام. انما لو هعمل كونفجريشن على السيرفر يبقى ساعتها الراوتر بتاعنا هيبقى اسمه ايه؟ لما اخلي الراوتر يروح يكلم السيرفر بيبقى اسمه ايه؟ طالما قررت ان انا ما اعملش دي اتش سي بي على الراوتر، ويبقى الراوتر وسيط ياخد مني الرساله ويبصيها للسيرفر، الراوتر يبقى ساعتها له اسم، حد فاكره؟ الله ينور عليك، دي اتش سي بي ريلي ايجنت. تمام؟ ياخد المسج من عندي يبصيها لي دي اتش سي بي سيرفر. حلو قوي. وعلشان اعمل له ريلي ايجنت الكوماند كان اسمه ايه؟ ها نغلس شويه، ها الكوماند كان اسمه ايه؟ يا طارق، طارق مش معانا خالص. اي بي هيلبر ادرس. الله ينور عليك. تمام. احمد رمزي ما شاء الله، واضح ان هو اللي هيقعد يجاوب بناء على 1 2 3 4 5 6، في 6 شباب تانيين. ماشي ماشي جاي لكم دلوقتي، انا مصدوم اقسم بالله. طيب في السبانينج تري احنا عارفين البروسيس بتاعته، بتحصل بي بي دي يو بتطلع كل ثانيتين ما بين السويتشات علشان نختار الروت بريدج، ورود بريدج ده بيكون حاجه من اثنين، يا اقل في الماك يا اقل في الرقم عشان يبقى اعلى برايورتي. تمام تمام. طيب يا اما اقل اسف في البرايورتي علشان يبقى هو الروت بريدج. تمام. اقل في الماك احنا بناخد قلنا سبانينج تري هو الاقل في كل شيء. الديفولت برايورتي كانت كام؟ بتاعت سويتش، اي سويتش كده نازل من المصنع البرايورتي الديفولت بتاعته كام؟ 120. ايه؟ طب حد يقول له حاجه، دي 110 دي بتاعت ايه؟ انت لو قدامي اللي همسك في رقبتك. 110 دي بتاعت الاو اس بي اف يا استاذ، بتاعت الاو اس بي اف. انا بكلم سبانينج تري، حرام عليك. الديفولت برايورتي على سويتشات سيسكو كان 32768. تمام. ده كان الديفولت برايورتي، وعلشان السويتش كان شغال بير فيلان سبانينج تري فكانت 32769، لانه كان بيجمع رقم الفيلان على سبانينج تري. طب قرارات السبانينج تري كانت عامله ازاي؟ كنا بنحدد مين الروت بريدج بتاعنا. تمام. قبل ما الزوم يفصل ناخد حضور، انا مش هان يعني مش هان عليا اخد حضور خالص، بس عشان خاطر احمد اللي عمال بيجاوب معانا ما ايه ما ينفعش. يلا امر الله. حضور سي سي ام. طيب
اتكلمنا اول حاجه في القرارات بتاعتنا اللي انا باخد الروت بريدج، بعد كده بناخد الروت بورد اللي هو اسرع طريق يوصل لي للروت، وده طبعا بيكون عن طريق الكوست صح. والكوست ده معناه ايه؟ كل ما كانت السرعه زياده قوي على اللينك كان الكوست بتاعها قليل. لما قلنا ان السرعه 100 كان الكوست 19، السرعه جيجا كان الكوست 4، ال 10 جيجا كانت الكوست كام؟ 2. تمام، حلو قوي. فدلوقتي ده بالنسبه للرود بريدج. طيب اخترنا الرود بورد، بعد ما اختار الرود بورد هنختار ديزيجنيتد بورد ونعمل بلوك للباقي. حلو قوي. وعلشان نحسن الاداء بتاع الاسبانينج تري قلنا ان الرابيد بيرد للاسبانينج تري بيكون افضل، وعلشان السكيورتي بتاع اسبانينج تري باجي على السويتش اللي هو رود بريدج اطبق ايه؟ ارى اطبق. طب نسال كده، لو انا عايز ما حدش ياخد من الرود كنت بطبق على الترنكات ايه؟ امر اسمه ايه؟ كنت بطبق خاصيه اسمها ايه عشان ما حدش ياخد منه الروت بريدج؟ فبطبق خاصيه اسمها روت جارد. روت جارد باجي على الترنكات اقول سبانينج تري جارد روت، فكان بيبدا ايه يظبط المضارع. طيب ماشي. وكنت باجي حتى على الاكسس بورت كنت بفعل ايه؟ بورت فاست مع بي بي دي يو جارد عشان ما حدش يوصل عليها سويتشات. طيب بعد كده اتكلمنا عن الايثر شانل، والايثر شانل عرفنا ان هو بيجمع معاك لحد كام لينك، اقصى عدد لينكات كام شغالين في المره الواحده؟ كام؟ 8 صح، الله ينور عليك. ماشي، 8 لينكات شغالين في المره الواحده. انما بروتوكول ال اي سي بي لينك اجريجيشن كنترول كان بيفتح معاك لحد كام بورد؟ طارق بيتكلم بس اما الصوت مش واصل، ما فيش صوت. صح، اول مره تقول حاجه صح. ماشي، 16 لينك. تمام، وعرفنا الان عندي 3 مود بالنسبه لي الايثر شانل. ماشي، عندي 3 مود الايثر شانل، عندي الباك بي خاص بسيسكو بس ال اي سي بي ده اوبن ستاندرد، وعندي مود اون مفيش فيه تفاوض وبيعمل ايه ايثر شانل. طيب شفنا طبعا الكونفيجريشن بتاعه كده. طبعا ده كان ملخص السويتشنج. طبعا واحنا شغالين كل واحد عارف النت وحش والله. ماشي ماشي يا طارق، تمام. طبعا كل واحد كده عارف الحاجات اللي هو واقع فيها واحنا شغالين كده. تمام، في الراوتنج احنا خدنا ستاتيك راوتنج وخدنا دايناميك راوتنج، وخدنا في الاستاتنج اربع حالات صح. خدنا النتورك راوت اللي انا بضيف شبكه، وخدنا الهوست راوت اللي انا اضيف جهاز اللي انا بصمم، وخدنا الديفولت راوت اي حاجه ما اعرفهاش، والرابعه كان اسمها ايه؟ فلوتنج ستاتيك راوت. حد فاكر تعريفها ايه؟ ما هو تعريف الفلوتنج ستاتيك راوت؟ لما كنا بنستخدمه بديل عن الديناميك راوت. تعريف الفلوتنج ستاتيك راوت هو عباره عن ستاتيك راوت بادمنستريتف ديستانس اعلى من الديناميك راوت. لما كنا بنعمله مثلا ستاتيك راوت ب 150 لان الاو اس بي ساعتها كان شغال كام؟ 110. طب واتكلمنا عن مفهوم الادمنستريتف ديستانس، المصداقيه، قلنا اعلى مصداقيه اللي هي شبكه دايركت كونكتد بزيرو، يليها الاستاتيك بواحد، وبعد كده اللي هي جي ار بي ب 90، او اس بي اف ب 110، الريب ب 120، الاكسترنال اي جي ار بي ب 170. فكان الجدول ده جدول ادمن ديستانس. تمام، واتكلمنا عن المتريك هي طريقه حسابات كل بروتوكول للوصول لافضل مسار. فزي ما قلنا انه الريب مثلا ده بيشتغل بالهوب كاونت عدد الراوترات، الاو اس بي اف بيشتغل بالكوست، الاي جي ار بي بيشتغل بالدوتس وديلي. فكل بروتوكول له طريقه في التفكير. طيب الاو اس بي اف اللي احنا اشتغلنا عليه الادمن ديستانس بتاعته بكام؟ ب 110. الميزه بتاعته ان هو شغال مالتي كاست باثنين ادرس 224.005 و6، وكمان بيسبورت السبنيتنج، فهو كلاسلس بروتوكول وبيسبورت الاوثنتيكيشن، وشغال بمفهوم الاريا. الاريا مجموعه راوترات تشترك في نفس اللينك ستيت انفورميشن، واول اريا اسمها ايه؟ اريا زيرو. والراوتر اللي جوه الاريا دي اسمه ايه؟ باك بون راوتر. طب الراوتر اللي في اريا ثانيه اسمه ايه؟ انترنال راوتر. طب الراوتر اللي بيربط اثنين اريا مع بعض كان اسمه ايه؟ ها، الراوتر اللي بيربط اثنين اريا مع بعض
نأجل بقية المراجعة للسبت. أصلا مش هقعد أشرح كل حاجة، أنا محدش بيرد، فأنا حتى الناس اللي معانا أنتوا مش مستعدين. ما إحنا إيه المراجعة؟ مش مستعدين المراجعة النهاردة؟ أصل المراجعة بتكون تفاعلية، مش مجرد أنا مش هشرح تاني. لو عايزين تخلوها السبت أنا ما عنديش مشكلة. على اللي حابب يبص، احنا لسه نص المنهج اللي بالكامل ده هقعد اتكلم فيه مع نفسي، مش هينفع كده. ها ايه رايكم؟ نكمل ونحاول مع الناس ولا خلاص سبت زي ما انتوا عايزين؟ ها كريم هتراجع؟ تراجعوا؟ لا احنا نحاول بقى احنا نخلصها، يعني السبت انا مش هرجع من الاول، ده هكمل مثلا من الاول الراوتنج ونعمل التوبولوجي مع بعض. يعني التوبولوجي هتتعامل ازاي؟ التوبولوجي ان شاء الله ما تاخدش ساعه الا ربع في الشغل. ليه؟ لان انا المفروض انا هتكلم على فرع، يعني حتى لو قعدنا السبت الساعه 5 ما عندوش مشكله، خلاص انا فضيت تمام. فالسبت هنيجي بقى هنعمل حاجتين، هنكمل في نص المراجعه الباقي وهحل محل التوبولوجي، والتوبولوجي هتبقى مشاركه تمام. طيب عايزين نتفق اتفاق، ماشي، نقفل بقى كده.